فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا من بلد في أوروبا، فهل تجب علي الهجرة مع العلم أنني أظهر الصيام والصلاة والأذان؟ إذا قدرت على الهجرة هاجر، إذا قدرت، وإذا لم تقدر فأنت معذور مع التمسك بدينك، ولكن ليس إظهار الدين هو أنك تصوم وتصلي ولا يقولون لك شيء، ما هو هذا إظهار الدين. إظهار الدين أن تدعو إلى الله، تدعو إلى التوحيد وإلى عبادة الله وإلى دين الإسلام، هذا إظهار الدين. نعم.